اهلا وسهلا، وعدتكم بس نشوف بالماتلاب. كيف بعرف انه كم جهاز عندي او شو اسم الجهاز، الكاميرا وشو ابعاده؟ في عنا مكتبه الايمج اكوزيشن اي ماك تول. هلا بنشوف هون انه عندي جهاز واحد هو وين فيديو 1، وهي الابعاد نحن مختارين 640 ب 480. هاي information، الاسم، الابعاد، اللوجينج مود، في عدة معلومات، acquisition parameters. بالجنرال هون بنشوف بقدر اختار يدويا، نحن اخترنا بالبرمجة انه عم نحدد قديش تريجرات، شو الكلر سبيس، عدة اشياء حددناها بالبرمجة. فينا هون نختارها frames per trigger. هلا هو صح محطوط واحد، لكن نحن بالبرمجة قلنا له انه عمله انفينيتي. هون فينا نختار عدة انواع بالكلر سبيس. لوجينج بنختار ميموري، مثلا عدد التريجرات انفينيتي او واحد. هلا بنقدر نوصل لخصائص هذا الجهاز من خلال هاي التعليمة، جبناهم هدول طبعا من الاي ماك تول. بيطلع لنا هلا بالورك سبيس بنقرتين فقط بنقدر نحصل على خصائصها ونغير فيها. وهيك ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المشروع وموفقين بمشاريعكم القادمة، والسلام عليكم.